القلية المصلاوية والعصعوص المصلاوي. من متى يعني يبدا الحركه على هاي المنطقه؟ والله بس نهار الجمعات. بس نهار الجمعة. بس جمعة. السفرات. الجمعة والسبت السفرات. من الصبح إلى المغرب. للمغرب. إيه إلى الساعة 6 إيش. أنتوا أصحاب الزوارق سوون جولات. إيه جولات. بالبحيرة. إيه بالبحيرة فر السفرات والإفطار سياحية. إيه. الأسعار شلون هم؟ والله أسعار على الفرة 5000 جنفر. 6 نفرات نحمل بخمسة. والله إحنا الساعة 8 الصبح لهنا. الصبح. تريقتم هنا؟ تريقنا وتغدينا هنا. ريوق والله. ألف عافية. تغدينا هنا. وما راح للمغرب. اجواء ما شاء الله مثل ما اشوف انت ربيعيه الحمد لله والشكر، والناس مطمئنه طالعه ما شاء الله، يعني ما اقول لك 100% موصل 80% طالع الناس هنا وسد بادوش والغابات شلالات ما شاء الله، بس هنا يراد لها ادامه، يراد لها ادامه ما من الحكومه لا، يراد لها ادامه من المواطن. انا هسه من اقوم اشيل الفضلات اللي احنا نزتها، ما يحتاج نزت نخليهم مكانهم. ملاحظات ابو فهد حلوه والله. جابوا البنات دولمه ورياني وسووا الصاجيه الف عافيه. شغل منو؟ شغل البنات والله. انت تشرفين عليهم؟ اي والله. شو شفتي الاجواء اختي؟ طيب ابويا بس هاي النفايه تضحك والله، منظره ما حلو. زين انتم من تخلصون دلموهم وشيلوهم ليش هيك؟ احنا هنوثق ما هم يعني. ايش سويتي يوم؟ صاجيه يرحم امك، كباب، تكة، صدر دجاج. صدر دجاج الحمد لله خير من الله. دول ما نسيتيها؟ تشنس نسيت والله اني ما نسيت. الدومة من يشتغلها مضبوط عندك بالبيت؟ والله يا شنتي والله اجواء طيبه ان شاء الله بوجودكم، بوجود الناس طيبين يعني، فهي هاي فرصه، هذه فرصه يعني بالسنه مره تقريبا نطلع لنا طلعه، والحمد لله نتمنى من الله للشعب العراقي كله ان يكون بخير واكون بسعاده ان شاء الله وفرحه ويديمها عليهم كلهم. كابتن كلش قد تجونوني؟ والله الاكثر اوقات كل جمعه ننزل ان شاء على البحيره. يعني شفت الزوارق مالكم هاي خاصه؟ اي خاصه هاي مالتنا طبعا دائما يعني دائما كل جمعه متواجدين بالصيف خصوصا. تتواعدون انتم كشباب؟ اي نتواعد احنا جروب كامل، نادي كامل تقريبا بال50 زورق. اي من نادي خلت؟ نادي جدسكي نينوى الرياضي. الاقبال على هاي الزوارق شنو في مدينه الموصل؟ والله يعني الاقبال حلو عليها، بس المشكله الزوارق شويه غاليه. يعني ما اي واحد، اكو الصغار واكو الكبار احجام بها هذا، يعني اقبال حلو عليها بالموصل خصوصا لان عندنا بحيره سد الموصل ما شاء الله هالسنه خير. نعم. بحيره ملت ماي. ايش حضرتم غدويه كابتن؟ والله اكيد الغدويه الموصليه يعني الدولمه ماكو غيرها. الدولمه لازم. لازم يعني حتى لو شباب احبه المشاهدين، حتى اذا شباب لازم الدولمه، ما شرط انه مع العائله. بالمائده الاساسيه الدولمه. مشويات. مشويات طبعا كل شيء جايبين ان شاء الله.